اف داش بالنسبه لصفر، الاكس بكام؟ صفر. الاكس بكام؟ صفر. على الطبقه في الكون ليميت. اما الاكس تقول مين؟ الصفر. الصفر. الاكس تقول مين؟ الصفر. اف في صفر بكام؟ صفر. يعني اف في صفر بصفر. ناقص. هي اف صفر كله بصفر. الصفر ده مكان مين؟ اكس. لا اكس ناقص. الكون بيقول ايه؟ تعريف الكون كده مش الكون بتاعنا. ايوه. ما نتلخبطش. ركزوا معايا. قول ايه؟ اف داش عند اي نقطة عبارة عن ليميت لما الاكس تقول مين؟ للنقطة. صورة التانية ناقص صورة النقطة على الاكس ناقص النقطة. النقطة بتاعتنا مين؟ صفر. 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 في اف في اكس ده انت ناقص صوت 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 النقطه صفر. صفر. على اكس ناقص صفر. صفر. يبقى مين؟ ليميت اكس. اما اكس تقول مين؟ الصفر. صفر. موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. تعال ما فهمش اف داش اوف واحد بيساوي ليميت. اكس تربيع ناقص واحد على اكس ناقص واحد بيساوي كام؟ ليميت اما اكس تقول مين؟ لواحد اكس زائد واحد اكس زائد واحد بتروح مع بعض واحد 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 تاني نهار بص ليميت
لما نمسك كل واحد من يسار بصم صوت الداله عند اكس اقل من واحد اكس ناقص صوت الداله عند الواحد واحد واحد هي مش عارف اكس ناقص على اكس ناقص واحد هيساوي ليميت لما اكس كل واحد من يسار لواحد يساوي يعني عبد الله شفت واحد فيهم مسدد دي بقى هنا هنا ايه اكس اقل من الواحد بتقترب من الواحد يبقى منين اقل من اليسار يسار يبقى تكون عندها يسار هنا اكس اكبر من او يساوي الواحد عند الاثنين اللي هي حاله التساوي وحاله اكبر هنا تقترب من مين من يمين هنا السؤال بتاعنا السؤال بتاعنا هنا محتاج اجابته هل الداله قابله للتفاضل عند اكس بتساوي واحد لا معرفش انا عايز اجابته مش عايز ايه عشان ما